السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد منورين قناتكم. اليوم عندنا تغطية سريعة لشركة عبد اللطيف جميل وكيل تويوتا بالسعودية. عندهم عروض، وركز معي يا الحبيب، عروض على التمويل. عندهم أول عرض خاص فيهم تأجيل 3 شهور من الاقتصاد على التمويل، تأجيل 3 شهور، يعني تقسط تبدأ بعد 3 شهور، بعد ما تأخذ السيارة تبدأ القسط بعد 3 شهور. خصم التمويل وعلى حسب نوع السيارة راح يبدأ من 1000 ريال إلى 5500 ريال. هذه العروض والخصومات اللي على التمويل، تبدأ من 1000 ريال على حسب نوع السيارة إلى 5500، زائد صيانة مجانية زيت وفلتر 5000 و10000. بالنسبة للكاش ما في خصومات أسعار الكاش. أدري بعض كم يقول نبي الأسعار يبندر، أخذ لكم لفة كاملة وتشوفون أسعار السيارات، بس الكاش بدون خصومات، الخصومات اللي ذكرتها لكم اللي موجودة على التمويل. طبعا عندهم متوفر أغلب البنوك موجودة عندهم، وكل بنك تختلف نسبة الفائدة من البنك الثاني. فأنا بحط لكم أرقام التواصل حقين شركة عبد اللطيف جميل، تتواصلون معهم ويعطونكم تفاصيل أكثر عن طريق أبنوك. لكن خلنا نأخذ لكم لفة سريعة ونشوف أسعار بعض السيارات. CHR هذا نزلت تغطية له كاملة موجودة بقسم الفيديو، وراح أجرب لكم قريب إن شاء الله. هذا سعره 97,000 ريال، ما راح ينزل للفئة هذه. هذا هايبرد، حجم الماكينة 1800، سعره 97,000 شامل الضريبة. التفاصيل الفيديو مثل ما قلت لكم موجودة بقسم الفيديو، بس اكتب CHR ولا نحط لكم الرابط تشوفونه تحت. عندنا رش، تويوتا رش، شوف سعره بكم. هذا قبل بعد مصور لكم، هذه سعره 65,000، حجم الماكينة 1005. وعندنا هنا اليارس جنود، قبل مصور لكم بعد، سعره بكم يا أبو بندر؟ هذا سعره، سعره 54,895، 2020، حجم الماكينة 1005. هذا شكله على الجنب. نجي للكوريلا. الكوريلا قد جربت لكم واحدة هايبرد، مسكت فيها خط الحائل تذكرونه. هذه طيس. هذه سعره بكم؟ 69، حجم الماكينة 1006، شامل ضريبة 69,000، شامل ضريبة. طبعا أغلب السيارات مسكرة عشان أنتم عارفين الوضع. وهنا طبعا هذول المناديب حق البنوك كلها موجودين هنا. وهنا عندنا الأنوفا، شوف لكم سعره، هذه سعره 92,000، شامل ضريبة، طيس ودواسة جانبية. وعندنا الاف جي، نشوفكم سعره الحين والموديل 2020 اكيد. طبعا ما تغير شيء بالاف جي المعلومية. شوف هذه المواصفات وهذه الفئة. سعره 139,000، هذا السعر شامل ضريبة 139,000. هنا لمحة سريعة، شكلهم على الجنب. خلصنا أرقامه وحساباته. وأي استفسار تقدر تستفسر عن أي شيء، أنا ذكرت لكم بشكل عام وبطريقة سريعة لأنه في تفاصيل أكثر أنتم عارفين بالتمليك والأشياء هذه، بس أعطيتكم نبذة مختصرة وبشكل سريع علشان تقدر تتصل معهم وتشوف وش الشيء اللي تبيه إذا في عندك تفاصيل أو استفسارات أكثر. في أمان الله وبحفظ الكريم.